الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم ارحم وقوفنا بين يديك اللهم ارحم وقوفنا بين يديك اللهم وارحمنا يوم العرض عليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته ولا أيما إلا زوجته ولا عقيما إلا رزقته ولا مسحورا إلا أبطلت سحره وفككته اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين
ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم جميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاد من الآمنين. ورحماك بنا يا رحمن، ورحماك بنا يا رحمن، ورحماك بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم بيض وجوهنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، حتى لا نهوي في نار جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العز والإنعام، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، نحن الضعفاء الفقراء المستغيثون المستجيرون، الوجلون الخائفون، من ذلت لك أعناقهم ورغمت لك أنوفهم وفاضت لك عيونهم. يا مولى من لا مولى له، يا مولى من لا مولى له، يا ناصر من لا ناصر له، يا مجيب دعوة المضطرين، يا حبيب التائبين، يا حرز اللاجئين، يا حرز اللاجئين، يا أمان الخائفين، يا سرور العابدين، يا إله الأولين والآخرين. هذه أكفنا ترفع إليك، هذه أكفنا ترفع إليك، وجباهنا تنحني تعظيما لك، وألوفنا ترغم ذلة لك. لا إله لنا غيرك، ولا رب لنا سواك. إلهنا، من الذي دعاك فما أجبته؟ من الذي أملك فخيبته؟ من الذي طرق بابك فطرته؟ إلهنا، ها نحن عبادك السائلون، ها نحن عبادك المستغفرون، ها نحن عبادك التائبون. وقفنا بين يديك، وقفنا مقرين بذنوبنا،
وقفنا مقرين بمعاصينا، وقفنا نعلن توبتنا بين يديك، نعلن توبتنا بين يديك، نعلن رجوعنا إليك إلهنا ومولانا في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة المباركة. إذن لرقابنا بأن تكون محرمة على النار، اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ومن له فضل علينا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال يا ذا الكمال يا ذا الجمال، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في دار النعيم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين، وانصر عبادك الموحدين، واحم حوزة هذا الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين والمجاهدين في كل مكان، اللهم كن معهم في بلاد الشام، اللهم كن معهم في سوريا، اللهم كن معهم في فلسطين، اللهم كن معهم في بورما، اللهم كن معهم في كل مكان يا رب العالمين. اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يا قوي يا جبار، يا قادر يا قهار، يا ملك الملوك، يا أقوى الأقوياء، ويا أعظم العظماء، ويا أعظم العظماء، نسألك بقوتك وجبروتك وعزتك وانتقامك، نسألك يا قوي، نسألك يا متين، نسألك بقوتك وجبروتك أن تهلك الظالمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك ببشار وأخيه، اللهم عليك ببشار وأخيه وفصيلته التي تؤويه، أرنا فيهم ما تقر به عيوننا وتنشرح به صدورنا. إلهنا اشف صدور قوم مؤمنين بهلاك الظالمين بقوتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.